بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، تحية طيبة. وبعد أتقدم إليكم بهذا الفيديو التعليمي في مادة الكيمياء للمرحلة الثانوية، وذلك في محاولة لتوصيل أهم الأفكار والمعلومات والشروحات الرئيسية. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الكيمياء مع الأستاذ أشرف الهادي، وهنكمل النهاردة شرح خواص العناصر الانتقالية والحديد ومراحل الحصول على الحديد من خامته. تابع معايا الفيديو للآخر، وفي الآخر هسيب لك نموذج إلكتروني علشان تحل. شكرا، سلام. Thank you.